ما شاء الله صباح اليوم في دربات الزحمة، السيارات واصلات بعيد بعيد. هذا كله يدل على حرص الناس طبعا أو الرجال على ترفيه عوائلهم، وشيء محمود وماجورين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شجع على الصدقة ذكر: وخير دينار أنفقه الرجل على أهله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر محبب والأمر مشجع عليه. لكن سبحان الله أنا استغرب من البعض اللي يقدم لهم كل مؤونة، يقدم لهم كل سبل الترفيه، إلا ما يقدم أو ينسى أعظم شيء اللي هو الدين. قدم لهم الدين أخي العزيز لكي يعني لا يكونوا خصماء لك يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى الإنسان أن يجتهد مع أهله. أعظم ما تقدمه للعائلة صلاحك، وكان أبوهما صالحا. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حفظ لهم الكنز بصلاح أبوهم. فالتقوى مطلوبة، والله سبحانه وتعالى حافظ، والله سبحانه وتعالى مسدد، والله سبحانه وتعالى ناصر لهم. فعسى الله يحفظ لنا ذرارينا ويحفظكم ويسعدنا ويسعدكم، ولا تنسونهم من التوجيه، ولا تنسونهم الدين أهم شيء معهم. أما صلالة سواء يات ولا ما يات